مشاهدينا خلينا نتعرف مع حضراتكم على أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، كمان أهم المباريات اللي هتتلعب في دور المجموعات للدوري الأوروبي ومباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 حتى يوم 14 أكتوبر الجاري يومياً، وحتى في الأجازات الرسمية من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم في الجريدة الرسمية، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتباراً من يوم 9 نوفمبر. النهاردة أجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وده في ضوء قرار رئيس الوزراء المتضمن أن يكون الخميس أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلاً من الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، وده في إطار الحرص على توحيد مواعيد الأجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك، تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الأجازات الرسمية في المناسبات والأعياد. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 16 مباراة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي، من أهمها مباراة سبورتينج لشبونة البرتغالي مع أتلانتا الإيطالي في تمام الساعة 8:15، في نفس التوقيت مباراة أولمبيك مارسيليا الفرنسي مع برايتون الإنجليزي، 10 بالليل مباراة ليفربول الإنجليزي مع سان خيلويز البلجيكي. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة الثالثة من عمر المسابقة، هيلتقي نادي زاد مع نادي بلدية المحلة في تمام الساعة 4 عصراً، في 7 مساءً مباراة نادي سموحة مع نادي المقاولين العرب.